السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مكملين مع يونت 3 ان شاء الله. النهاردة معدنا مع ليسون 5 Multiplication Problems in the Real World. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. طيب، حصتنا النهاردة حصة مهمة جدا. ليه؟ لان مفيش امتحان بيخلو من Story Problems، صح ولا لأ؟ لازم كل امتحان ينزل لك يكون عندك فيه ستوري بروبلم، ولازم عشان تعرف تحل الستوري بروبلم دي تكون فاهمها كويس قوي، فاهم هو بيقول ايه، هو بيحكي ايه في الستوري بروبلم دي. طب هو عاوزني اعمل ايه؟ اعمل بلس ولا ماينس ولا ملتبلاي ولا ديفايد؟ هو ده الاساس بتاعك، متفقين؟ طيب ده مش بس كده، حصتنا النهاردة هنتعلم فيها how to solve multi-step problems. يعني ايه مالتي ستيب دي؟ ده مش بس هيدي لك ستوري بروبلم، لا ده هيدي لك ستوري بروبلم وعشان تحلها هتحتاج مش خطوه واحده بس، مش هتحتاج تقول انا هعمل ديفايد انا هعمل مالتي بلاي، لا ده انت هتحتاج تعمل مالتي ستيب، يعني اكتر من خطوه. يعني ممكن الستوري بروبلم اللي معاك اللي انت بتحلها دي تلاقي فيها مثلا ستيب هتعمل فيها ديفايد وستيب تانية هتعمل فيها ماينس، وات ايفر بقى. انت دلوقتي فاهم وفاهم كويس قوي ان انت عندك في الماس four operations plus minus multiply divide، four operations بتوعتك اللي انت متعلمهم، تمام؟ تعال بقى لما نبدأ نشوف الستوري بروبلمز بتاعتنا النهاردة نشوف انا هحتاج استخدم انهي operations من دي فيها، متفقين؟ طيب تعالوا نبص على اول ستوري بروبلم معين. هو هنا بيقول لك سيد سيلز بنز اند سكورفس، واحد اسمه سيد بيبيع بنز اند سكورفس، اوكي؟ هي ارند 6000 باوندز ان جاست 4 مانثس، قدر يكسب ايرن، يكسب ايرن 6000 باوندز، كسبهم في قد ايه؟ في 4 مانثس، اوكي؟ طيب لغايه هنا انا فاهمه حاجه مهمه جدا عايزاك تكون فاهمها. ايه هي؟ هنبدأ واحنا بنقرا البروبلم بتاعتنا نشوف الداتا، المعلومات اللي هو بيقولها لي، اوكي؟ هو بيقول لي ان في واحد اسمه سيد، سيد ده بيبيع حاجتين، بيبيع بنز اند سكارفس، تمام؟ ومن بيعه للبنز والسكارفس دول قدر ايرن يكسب 6000 باوندز. ده لحد دلوقتي اللي احنا قريناه، متفقين؟ طيب تعالوا نكمل. If he sold 80 bins for 15 pounds each. هنا جملة هي. If he sold، الجملة دي مهمة جدا بقى، ركز معايا كده. If he sold، لو هو باع 80 bins for 15 pounds each، كل بن من دول كان ثمنه 15 pounds. يبقى تعالى عند بنز هنا وقول لي، ها تقدر تقول لي هو باع بنز سعرها التوتال اللي كسبه من انه يبيع بنز كان قد ايه؟ لما اقول لك ان هو باع 80 بنز وكل واحد منهم ب 15 باوندز، يبقى انا هقول له توتال. خد بالك انا لغايه دلوقتي انا مش عارفه هو عاوز ايه، ولكن انا بسال نفسي المعلومه اللي هو مديهاني دي اقدر اجيب منها ايه، اقدر استفيد منها بايه؟ يا ميس انا اقدر استفيد ان انا اقدر اعرف total price of bins that he sold، هجيب التوتال برايس، السعر الاجمالي بتاع البنز اللي هو باعها. هتجيبه ازاي يا ميس؟ هو اصلا باع 80 وكل واحد منهم ب 15، يبقى هعمل 80 multiplied by 15. برافو عليكم، 80 multiplied by 15 والكلام ده equals الزيرو دي هينزل on the right، عندي زيرو هو نزل on the right. بعد كده هبدأ أقول 8 multiplied by 5 يعني 40، زيرو and carry up 4، 8 by 1 equals 8 plus 4 12، الكلام ده اللي إيه؟ يبقى أنا كده عرفت إن هو باع بنز، أوكي، بكام يا شباب؟ ب 1200 ال اي، هاجي اكتبها هنا 1200 ال اي، ده سعر البنز اللي هو
باعها. اوكي طيب تعال نشوف كده هو بيقول ايه. How much did he earn from selling Scorvis؟ طب هو باع او كسب قد ايه من السكورفيس هنا؟ كسب قد ايه؟ اكتب رقم هنا قد ايه. يعني اصلا بداية المسألة انا كنت عارف ان البنز والسكورفيس الاتنين مع بعض باعهم ب 6000 LE، ودلوقتي احنا عرفنا البنز لوحدها باعها ب 1200 LE. معنى كده ان انا اقدر اجيب برايس اوف سكورفيس باني اخد توتال برايس بتاع البنز والسكورفيس ماينس برايس بتاع ايه؟ بنز. ساعتها هيطلع لي what he earned from selling Scorvis. اوكي اللي هو السؤال اللي بيسألني عليه، how much did he earn from selling Scorvis. تمام يبقى what he earned from selling Scorvis equals، اتفقنا هناخد 6000 minus البرايس بتاع ايه؟ بنز اللي هو 1200. كلام ده equals 0 minus 0 0 0 minus 0 0 0 minus 2 can't be borrow 1. هيبقى عندك هنا 5 وعندك هنا 10. 10 minus 2 equals 8. 5 minus 1 equals 4. يبقى معاك ايه؟ او هو earn فلوس قد ايه؟ 4800 LE. خلصت. طب خلصت ازاي؟ خلصت بان انا عملت فيها عشان احلها 2 steps. اول خطوة جبت price او what he earned from selling bins طلع لي 1200 LE. بعد كده خدت اللي هو كسبه دوت من selling bins ووقعته من التوتال، من التوتال المكسب الإجمالي بتاع البنز والسكورفيس. اوكي وقعته يعني عملت ماينس بالمنظر ده، خدت 6000 ماينس 1200 فطلع لي الايرن وات هي ايرن فروم ايه؟ فروم سيلينج سكورفيس اللي هو 4800 LE. متفقين يا شباب؟ انا عايزاكم تبقوا بتفكروا كده، يعني انا عايزاك في الامتحان تفكر بالطريقة دي. هو مديني داتا عبارة عن ايه؟ بيانات عبارة عن ايه؟ طب الحاجة اللي هو مديهاني دي ممكن استفاد بيها في المسألة بتاعتي ان انا اجيب ايه؟ يعني انا اول ما سمعت، بصوا كده الجملة دي، اول ما سمعت جملة if he sold 80 bins for 15 pounds each، وقفت هنا وقلت لك او ده هو باع 80 بنز وكل واحد منهم ب 15 باوندز، انا اقدر اجيب ايه؟ انا اقدر اجيب سعرهم كلهم عشان هو ايه اللي each، فانا اقدر اجيب سعر ال 80 بنز. ودي اول حاجه فعلا عملناها. اللي احنا بنعمله ده اسمه مالتي ستيب ستوري بروبلم. مالتي ستيب ستوري بروبلم، ستوري بروبلم ليها اكتر من خطوه في الحل بتاعها، هتعتمد في حلها ان انت فاهم كويس هو بيقول ايه في المساله. متفقين؟ تعالوا نشوف اللي بعدها. بصوا معايا على اكزامبل نمبر 1. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احمد هذا ريستورانت ان كايرو، ان مونداي he sold 213 sandwich of chicken. اوكي نبدأ نبص على الداتا بتاعتنا ونجهزها عشان واحنا بنشتغل. اول معلومة قالها لي، قال لي ان في المندي هو باع 213 sandwiches. تمام طيب in tuesday، يبقى tuesday he sold 225 sandwich of chicken. تمام طيب he makes each sandwich of chicken with 75 grams of chicken. كل ساندويتش من اللي هو بيبيعه ده بيحط جواه 75 grams. خد بالك بقى من الجملة دي. اوكي طيب how many grams of chicken did he use in Monday and Tuesday؟ طب هو استخدم قد ايه grams of chicken؟ تمام in Monday and Tuesday، في السندوتشات اللي هو باعها Monday and Tuesday. اوكي طيب انا عندي طريقتين هحل بيهم المسألة دي. انا عندي طريقتين. اوكي اول طريقة اللي انا هقولها لك والطريقة التانية اللي محلول بيها قدامك جوه الكتاب. اول حاجة هو بيقول لي in Monday and Tuesday، صح كده؟ طيب
ايه رأيكم لو احنا جبنا total sandwich اللي هو باعها في Monday and Tuesday, total number of sandwiches. تمام, دي اول حاجة هفكر فيها. يبقى total number of sandwiches that he sold اللي هو باعها امتى؟ in Monday and Tuesday. طب بتقولي total number يعني هتاخدي number بتاع الساندويتشز دي plus number اللي موجود هنا, وtotal يعني هنعمل plus 213 plus 225 الكلام ده equals. ابدأ اجمع 3 plus 5 8, 1 plus 2 3, 2 plus 2 4, طلع لي 438 ساندويتشز. تمام كده. طيب بعد كده هو قايل لك ان كل ساندويتش من اللي هو بيبيعه ده بيحط جواه 75 جرامز. كل ساندويتش each ساندويتش جواه 75 جرامز. وبيسألك اوكي how many grams of chicken did he use in Monday and Tuesday. طيب يبقى number of grams اللي هو بيسألني عليها الكلام ده equals. اوكي هو بقى قد ايه يا شباب؟ باع يا ميس 438, يبقى 438 multiplied by كل ساندويتش فيه 75 grams. 75, ويبدأ احسب بقى multiply. احنا كده خلاص, بصوا اول step معانا جبنا فيها total number of sandwiches كل السندوتشات اللي هو باعها, عرفنا الرقم بتاعها قد ايه. وبعد كده الخطوة التانية بتاعتي ان انا هجيب number of grams of a of chicken that he sold in all sandwiches. متفقين؟ يلا نبدأ نحسب. 5 by 8 equals 40, 0 and carry up 4. 5 by 3 15, 15 plus 4 19, 9 and carry up 1. 5 by 4 20 plus 1 يبقى 21. اوكي اجري حط الزيرو زي ما اتفقنا واشتب لي على النمبرز اللي كتبتها هنا. ابدا اشتغل مع 7. اوكي 7 باي 8 56, 6 اند كاري اب 5. 7 باي 3 21, 21 بلس 5 26, 6 اند كاري اب 2. 7 باي 4 28, 28 بلس 2 يبقى 30. شد اللاين بتاعك واعمل بلس. يلا 0 plus 0 0, 9 plus 6 15, 5 and carry 1 up, 1 plus 1 2, 2 plus 6 8, 2 plus 0 2, والسري بتاعتك نزلت. فهو استخدم 32,850 grams of chicken. انا كده خلاص وصلت للانصر اللي هو بيسألني عليه. متفقين؟ هو استخدم 32,850 grams of chicken. دي طريقة ممكن تحل بيها المسألة بتاعتك. طب تعال نبص على الطريقة اللي هو حلل بيها قدامك جوه الكتاب. انا قلت لك في طريقتين ممكن نحل بيهم. اوكي اول حاجة هو فكر وقال ايه, قال number of grams that he sold in Monday. خلاص يبقى هو يوم in Monday عمل ايه؟ هو باع 213 sandwiches. تمام, فبدأ يحسب في 213 sandwiches دول في how many grams of chicken. خد 213 multiplied by 75 وبدأ يحسبها, فطلع له 15,975 grams. اوكي طب زي ما حسب في المندي, اوكي هو باع how many grams, بدأ يروح يحسب the number of grams that sold in Tuesday. ها في Tuesday باع قد ايه؟ باع 225 sandwiches. تمام, وزي ما اتفقنا كل sandwich فيه 75 grams, فبدأ يعمل لها multiplied by 75. اوكي كلام ده equals 16,875 grams. اوكي هو كده عرف هو باع how many grams on Monday, how many grams on Tuesday. ها وهو هدفه عايز Monday and Tuesday, Monday and Tuesday, فهيبدأ يعمل بلس برضو لإيه؟ للجرامز اللي اتباعت on Monday and on Tuesday. بص كده number of grams that sold on Monday and Tuesday, وبدأ ياخد بقى 15,975 plus 16,875 ويعمل لهم ايه؟
بلس زي ما اتفقنا، فاداله 32,850 جرامز. متفقين؟ يبقى المسألة بتاعتي أنا حليتها قدامك بطريقة، أنا فهمتها لك بطريقة، جوه الكتاب محلولة بطريقة تانية. الطريقتين وصلوني لإيه يا شباب؟ لنفس عدد الجرامات، the same number of grams. أوكي؟ هو ده هدفي، يعني هو ده. أنت فاهمها إزاي؟ وفهمها صح، فاهم معنى المسألة صح، يبقى هتحل، هتمشي في الستبس بتاعتك. بص كده، هنا هو مطلع هو 32,850 وإحنا مطلعينها 32,850. طبعا إيه؟ مع اختلاف طريقة الحل، إلا إن وصلنا لنفس الناتج في النهاية. أوكي؟ تعال نشوف example number 2. هنا بيقولك A merchant bought 137 boxes of soft drinks for 97 pounds each. بص كده اللاين ده، أنا عملت إيه؟ أنا كأني بقول لنفسي لحد هنا جملة وخلصت، أقف عندها وأقول هو أنا ممكن أعمل إيه؟ ها، merchant يعني واحد تاجر، اشترى 137 boxes of soft drink for 97 pounds each. هو اشترى 137 وكل واحد من البوكس دول سعره 97، خد عشان كلمة each دي. طب لحد هنا أنا أقدر أعمل إيه؟ أستفاد بالجملة دي وأعمل إيه؟ خد بالك أنا ما كملتش الستوري بروبلم بتاعتي، أنا عايزك تتعامل كده. يعني لو لقيت الدنيا كتير وإنت مش عارف تتعامل، أقف كده وقول لحد هنا هوت أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا كالميز بتاعتك، أنا لحد هنا أقدر أجيب البرايس، السعر، أوكي؟ بتاع إيه؟ بتاع البوكسز أوف سوفت درينكس، أوكي؟ برايس أوف سوفت drinks. كلام ده equals ايه يا شباب؟ equals 137 multiplied by 97. انا عايزك وانت بتتعامل فكر كده، المعلومة اللي هو مديهاني دي انا ممكن استفيد منها في ايه؟ ممكن بدأت احلها يا شباب. 7 by 7 49، كتبت 9 and carry up لل 4. اوكي، 7 by 3 21 plus 4 ديتني 25 5 and carry up 2. 7 by 1 equals 7 7 plus 2 9. اجري حط الزيرو واشطب على النمبرز اللي انت عملت لها carry up، ويبدأ يشتغل مع مين؟ مع 9. 9 by 7 equals 63 and carry up 6. okay. 9 by 3 27 27 plus 6 27 plus 6 يا ميس يعني 33 and carry up 3. 9 by 1 equals 9 9 plus 3 يبقى 12. ابدأ اجمع plus 9 plus 0 9 5 plus 3 8 9 plus 3 12 2 and carry 1 up 1 plus 2 3 وهنا عندي 1 هتنزل. اوكي، طلع لي ايه؟ طلع لي 13,289. الكلام ده ايه اللي ايه؟ ده كده price of soft drinks. تعال نكمل بقية المسألة بيقول لي فيها ايه. هنا بيقول and 17 boxes of cookies for 45 pounds each. each تاني هو، ودي اللاين بتاعي اهوت، ان انا ممكن لحد هنا هفكر المعلومة دي هعمل بيها ايه. بيقول لي 17 boxes of cookies for 45 pounds each. ده انا كده يا ميس اقدر اجيب price of cookies، صح ولا لا؟ تمام. ادي الخطوة التانية بتاعتي price of cookies، والكلام ده equals، هبدأ اخد النمبرز اللي قدامي واعمل لها multiply. 17 multiplied by 45، 17 by 45 اهو، 17 multiplied by 45. 5 by 7 يا شباب 35، 5 and carry up 3. 5 by 1 equals 5 plus 3 يبقى 8، حط الزيرو بتاعك واشطب على 3 زي ما احنا متفقين. 4 by 7 28، 8 and carry up 2. 4 by 1 equals 4 plus 2 يبقى 6، وادي plus. 5 plus 0 5، 8 plus 8 16، 6 and carry 1 up 1 plus 6 7. ها، طلع لي price of cookies equals 765 LE.
تعال نكمل، انت عاوز مني ايه يا عم؟ انا كده كل ما قاعد اقرا خطوه بشوف انا ممكن استفيد من الجمله دي في ايه، بعرف اجيب منها ايه. بص كده بيقول ايه، How much money did he pay؟ طب هو الراجل دوت او التاجر ده هيدفع فلوس قد ايه في الحاجات اللي هو اشتراها؟ خلاص بقى، ما انا بقى معايا price of soft drinks، بقى معايا سعر اهو، وبقى معايا price of cookies، بقى معايا سعرها اهوت. فانا اقدر اقول دلوقتي how much money did he pay، يبقى هقول له total price، او ممكن اقول له what he paid اللي دفعوا الكلام ده equals، وهاخد بقى price of soft drinks ده 13,289 كتبتها اهي بلس 765 والكلام ده equals، وابدا اعمل لي بلس 9 بلس 5 14 4 and carry 1 up 1 بلس 8 9 9 بلس 6 15 5 and carry 1 up 1 بلس 2 3 3 بلس 7 10 0 and carry 1 up 1 بلس 3 4 وبعد كده عندي 1 هنا مفيش حاجة هجمعها عليها فنزلت. ها total price أو what he paid equals 14,054 الكلام ده اللي ايه. اوعى تنسى the unit of the problem، اوعى تنسى اليونت بتاعتك اللي انت بتكتبها في الاخر بعد ما تحل الستوري بروبلم اللي معاك. متفقين يا شباب؟ كده جبنا what he paid او total price of soft drinks and cookies، جبنا total price of soft drinks and cookies. اوكي اراجع معاك المسألة في ثانية تاني. هو قال لي ان هو اشترى soft drinks، وقال لي عدد soft drinks اللي هو اشتريها، وقال لي السعر بتاع كل واحدة، فجبنا total price of soft drinks. بعد كده قال لي ان هو اشترى كوكيز، وقال لي عدد الكوكيز اللي هو اشتريها وسعره كل واحدة منهم قد ايه، فجبنا total price of cookies. اوكي وبعد كده بيقول لي what he paid دفع قد ايه، فخدنا total price of soft drinks جمعناه على total price of cookies. اوكي جمعنا الاتنين فدالي total of what he paid. اوكي او total price. متفقين يا شباب؟ تعالوا نشوف اللي بعده. اللي بعدها عبارة عن check your understanding، ها فاهم ولا مش فاهم؟ طيب ايه رأيكم نتفق، واقف الكاميرا بتاعتك والمسألة قدامك اهي، جرب تحل وارجع شوف هحلها معاك ازاي. متفقين؟ جرب ما تكسلش بالله عليك. يلا a pair of trousers costs 125 pounds. طيب ادي اول معلومة بيقولها لي. انا ممكن اجهز المعلومات بتاعتي كده على خفيف، يعني اقول له انه بيقول لي trousers، اوكي السعر بتاعه 125 اللي ايه، ادي اول معلومه. اوكي طيب بعد كده a shirt costs 140 pounds، شيرت سعره 140 اللي ايه. اوكي طيب and a pair of shoes costs 135 pounds، شوز السعر بتاعه 135 ال اي. دي المعلومات الاساسيه اللي هو بدا معايا بيها المساله. بصوا بس عشان ما نفضلش نرجع نقرا وندور والارقام تروح مننا، انا حطيتها قدامي بالمنظر ده، trousers 125 shirt 140 shoes 135. تعالوا نكمل. طيب احمد wants to buy 3 pairs of trousers، لحد هنا عايز يشتري ايه؟ 3 pairs of trousers، هيشتري منه 3. اوكي and 2 shirts، عند الشيرت هيشتري 2 shirts. اوكي and a pair of shoes 1 pair of shoes، وهنا هيشتري 1. لحد كده في مشكلة؟ انا برص البيانات بتاعتي. هنا بيقول لي في الاخر how much is the total cost، لما يشتري كل الحاجات دي how much is the total cost. طيب عشان اعرف احلها تعالوا نجيب بقى الاول total price of trousers، total price of trousers الكلام ده equals
انا عارف ان التراوزر الواحد بس 125 وهو هيشتري 3، يبقى 125 multiplied by 3 equals 3 by 5 15 5 and carry 1 up 3 by 2 6 plus 1 7 3 by 1 equals 3. الكلام ده اللي ايه؟ ادي اول خطوة. اوكي بعد كده total price of shirts. تمام، انا عارف ان الشيرت الواحد انا كاتب اهو 140 وهو هيشتري 2 shirts، هكتب له total price of shirts الكلام ده equals 140 multiplied by 2 عشان هو هيشتري 2 shirts. ها 0 on the right 2 by 4 equals 8 و 2 by 1 equals 2 يبقى طلع لي 280 LE. تمام، طب هو هيشتري how many shoes؟ هيشتري only one، يبقى ده مش محتاج اعمل له ايه جمله. اوكي مش محتاج اكتب له جمله زي ما انا عملت كده لانه هيشتري only one shoes. اوكي طيب how much is the total cost؟ هكتب له total cost ده بقى مقصود بيه سعر 3 trousers plus 2 shirts plus 1 shoes، ده total cost بتاعي. اوكي طيب جبنا سعر خلاص price of trousers طلع لي اهو 375 plus price of 2 shirts اللي هو طلع لي 280 plus اوعى تنسى ان هو هيشتري 1 shoes اللي هو ب 135 والكلام ده equal. ابدا اجمع النمبرز اللي معاك دي، يلا 5 plus 0 5 plus 5 10 0 and carry 1 up 1 plus 7 8 8 plus 8 16 16 plus 3 19 9 and carry 1 up 1 plus 3 4 4 plus 2 6 plus 1 7 يبقى total cost او total price 790 LE. حصة مهمة يا شباب ويهمني جدا جدا تتعلم تفكر ازاي ترتب خطوات الحل في دماغك. لازم تكون فاهم كويس قوي الستوري بروبلم اللي قدامك بتحكي عن ايه وعاوزه منك ايه. متفقين؟ ما تنسوش تدعولي دعوه حلوه بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا سلام عليكم.